تأثرنا فيما يخص المجال ديالنا، لأنه توقف التصوير، توقف الحفلات، وهذا الشيء لصالح العام باش ما يكونش هناك اختلاطات ويكون عدوى. فإن شاء الله كنتمنوا أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء ويكون بمثابة درس نتعلموا منه جميعا، لأنه الدرس ديال كورونا أعمق بكثير من أنه يكون وباء فقط. لا، طالما كانت نفسه، طالما ربي كيوهبنا يوم جديد، طالما احبابنا محيطين بينا ما مراد ما والو، فهذا اول حاجه واخر حاجه، دون نعمل كبيره اللي كيبغيها اي واحد. فهذه مرحله وغادي تمر، وتجربه وغنتعلموا منها، وان شاء الله غادي تمر بسلام. شوف، الخير فيما اختاره الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ. احنا في النهايه كل شيء ديال الله، وانا راضيه بقضاء القدر، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والحمد لله على كل حال.